مساء الخير متابعي اليوم السابع، كل عام وانتم بخير. قبل اسابيع قليله من شهر رمضان المبارك اعاد الله علينا وعليكم اليمن والبركات كما تشاهدون معنا. هنبدا مع حضراتكم اسعار وفوانيس زينه رمضان واشكال كتيره جدا لفوانيس رمضان. هنتعرف مع حضراتكم ايه الاسعار وايه الهدايا لعيد الام منها وايه الاشكال الجديدة من الفوانيس، اسعار الفوانيس والعياشات. تعرف بيك بصراحة انت وجيت محرك محمد حسن وكل السمية جميعا بخير وكل المصريين بخير. السنة طبعا الحمد لله مع متناسبة مع عيد الأم، مناسبة شهر رمضان الكريم، فده طبعا بيبقى بدل الفرحة بتبقى اتنين، وفي نفس الوقت بنحاول نوفق نفس الهدايا اللي تكون مناسبه لعيد الام تتماشى برضو مع شهر رمضان شهر الكريم. كلمني على الاشكال الجديده السنه دي. الحمد لله كل سنه عن السنه اللي قبلها بايد الايد المصريه الحمد لله بنحاول نطور في كل حاجه، لان دي طبعا حرفتنا وشغلتنا من سنين السنين. السنه دي في بالنسبه للمفارش الخيامية المعروفة طبعا كل المصريين من قديم الأزل، لكن كل سنة عن السنة قبلها بندخل اللون الجديد وبندخل النقشة الجديدة، بنطور في شكل الفانوس. فانوس الأميرات طبعا اللي بقاله أكتر من سنتين تقريبا أو ثلاث سنين يعتبر هو الترند، ما بنوقفش برضو تجديد فيه. وطبعا هوري حضرتك كل الحاجات دي لايف حالا، ومن ضمنهم برضو الأشكال الجديدة السنة دي شخصيات رمضان. ما تيجي نشوف. اتفضل يا فندم، تنور. اتفضل. بالنسبة للسنة دي طبعا السنة اللي فاتت كان معروف عن فانوس الأميرات زي ما طبعا واضح كده قدام حضراتكم. السنة دي طورنا في لونه كأميرات بيتماشى مع نفس ألوانات حاجة تكون بنت زي البنات كده مثلا زي الأميرات، لون الكشمير اللون البينك وهكذا من الكلام ده، وطبعا بيكون مزود بوحدة صوت ونفس الكلام أغنية طبعا رمضان المعروفة. ده طبعا بيكون بالنسبة لنا في كذا اوبشن بالنسبة لأي حد حابب يجيب هدية بيهدي بيها خطيبته مراته بنته، واحدة بتهدي صاحبتها، واحد بيهدي صحابه، ايا كان. طبعا السنة دي زودنا فيها بالإيد برضو المصرية الشغل الخشب كله زي كده قدامنا شخصية حسونة في رمضان، طبعا أستاذ سعيد صالح الله يرحمه بقى طبعا في مدرسة المشاغبين، يونس الشلبي، وطبعا كمان أحمد زكي الأستاذ أحمد زكي بنزود بيها كشخصيات لأن هي بتبقى دايما بهجة بالنسبة للمصريين. طبعا عم شكشك، فعملنا السنة دي شخصيات رمضان كلها. الشخصية ديت تقريبا 23 سنتي كلها خشب، قاعدة خشب والبادي نفسه خشب، بيتباع الحمد لله بسعر رمزي جدا يعتبر ب 15 جنيه. تقدر طبعا في حاجه زي كده ان ممكن ابسط هديه ب 15 جنيه تقدر ان انت تهادي بيها حد او تفرح حد من اصحابك او قرايبك او ايا كان. حتى الفانوس الصغير المعتاد عند حتى كل الناس بنزوده برده بيكون بحاجه كده برده لمبه او اضاءه، وبسعره بيكون رمزي جدا، بيكون تقريبا 10 جنيه. طبعا كله خشب هاند ميد، فانوس ميداليا طبعا هاند ميد والوانات منه كتيره. طبعا بقى من ضمن الحاجات اللي بتبقى هي اللي بتعمل بهجة رمضان في كل بيت حاجة زي المفارش بتاعة رمضان وشخصيات فنانيس. عندنا برضو طبعا الشخصيات كتير جدا وأشكال كتير وألوان كتير، بننوع في الأشكال عشان خاطر بيكون كل حد ألوانات البيت اللي بيزين بيها بيكون على حسب رغبته. حاجة زي كده عاملين ميكس ما بين الجديد والقديم، عمو فؤاد طبعا وبوجي وشخصية حسونة وطمطم وبكار، وطبعا مع كلمة رمضان كريم. ده كام ومقاسه قد ايه؟ هقول لحضرتك حالا. المفرش دوت متر ونص في متر ونص، ستان خام الظهر والوش والظهر، ستان خام، الصور 3 دي، ثمنه لا يتعدى 70 جنيه، ده يعتبر عشان خاطر قماشته كلها ستان بيور خام، متر ونص في متر ونص. طبعا بالنسبه لاشكاله في طبعا اشكال كتير جدا، واحنا هنا بنتميز في ليدي الحمد لله سنه عن السنه اللي قبلها والسنه اللي بعدها ان احنا بنكون دايما بنحب نطور من شغلنا. من ضمن الحاجات برضو الجميله قوي وبكتير بيكون بيسهلوا عليهم الزينه في البيت
الهلال والنجمة والفانوس الخيامية دوت طقم بيكون متكون من 3 قطع فايبر وطبعا بلون الخيامية والفرنشة الصفرة ما بيتعداش 35 جنيه. برضو من ضمن الحاجات قوي اللي احنا ممكن نكون بنستغلها في بيتنا كلنا وبيكون فعلا استغلال جميل جدا جدا اللي يعتبر المفرش او المشمع البلاستيك اللي هو بيقدر يستقبل الحرارة. يعني ايه بيقدر يستقبل الحرارة؟ بمعنى مثلا على سبيل المثال لو عندنا المفرش او المشمع البلاستيك اللون الاحمر ومتاح كمان برضو اللون الازرق دوت بنقدر لو احنا على سبيل المثال عايزين نحطه على تربيزة مثلا الليفنج او تربيزة السفرة وبيطلع الاكل مثلا من المطبخ او الاطباق او الصواني وتكون سخنه ويتحط عليها مفيش ادنى مشكله ما بيتاثرش باي حاجه. وطبعا كل المصريين بيحبوا اجواء رمضان تفضل معاهم طول السنه والاحلى من ده وده هقول لحضرتك حالا والاحلى من ده وده ان تنظيفه سهل جدا جدا جدا. دوت بيكون العرض متر ونص في طول متر. طبعا احنا بنحاول نجيب الخامه الكويسه اللي تقدر تستحمل ما بنسترخصش طبعا. فبيعتبر المتر ونص عرض في متر طول ما بيتعداش ال 25 جنيه. متاح طبعا اللون الاحمر ومتاح اللون الازرق. بالنسبه للفوانيس طبعا بالنسبه لفوانيس الاميرات زي ما قلنا كان السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها كان بنستخدم على الحجم دوت اللي هو الحجم الكبير. طبعا عشان خاطر نوفر لكل الامكانيات فعملنا السنه دي منه الحجم الاصغر بنفس امكانيات وده بيغني ونور وده برده بنفس الكلام بس بيكون الخشب اقل شويه. وطبعا الفانوس الليد هو طبعا شكله بيفسر نفسه من غير حاجه خالص من اوله لاخره كله ليد مطعم بالفرن والحديد. حاجه زي كده بتكون متاح منها اللون الابيض واللون الاصفر واللون الازرق واللون الاخضر كل الواناتها ونفس الكلام لو الفرو اخضر بيكون الليد اخضر او هكذا. فانوس الخياميه بيكون حديد تقريبا ال 80 سنتي او ال 90 سنتي وبنركب له طبعا دوايا ولمبه وسلك متر ونص بحيث لو عايزين تعلقوه في البلكونه تعلقوه في الصاله يكون جنب الريسبشن وات ايفر المكان. بيكون ثمنه ما بيتعداش الوقت الحالي ال 85 جنيه. كلمنا على هدايا عيد الام بقى. هدايا عيد الام طبعا كل ست وكل ام وهي طيبه وصحه وسلامه. احنا هنا في ليدي شويه بنكون سايبين الفرايتيز كتيره قوي واحنا بنساعد العميل على اختيار الهديه بس احنا بنديله اكتر من اختيار علشان خاطر يكون هو بنساعده. حاجه زي كده دوت بوكس رمضان نفسه هو بوكس رمضان تمام. دي هديه مثلا كنا احنا حالا بنجهزها علشان خاطر لحد مقدمها لوالدته تمام. كان هما بصراحه كان يعني حد وزوجته بيقدموه لوالدته فاخترنا مع بعض كده حاجه مثلا على سبيل المثال المخده بتاعه رمضان. المخده دي 27 سنتي ب 27 سنتي كلها طبعا فايبر. دي ثمنها لا يتخطى ال 15 جنيه. فانوس رمضان هاند ميد طبعا الخشب مضيء ومطعم بالحديد دوت برضو سعره لا يتعدى ال 70 جنيه. وهم اختاروا حبوا يعملوا ميكس شويه ما بين عيد الام وما بين رمضان فاختاروا بورتفيه مثلا زي كده تمام تمام ثمنه ما بيتعداش ال 50 جنيه مع بيرفيوم هم برضو مختارينها. ف الشاهد من الكلام ان ممكن هديه زي كده كويسه جدا حاجه تليق بكل ما وتمنها لو هنيجي نحسبها مع بعض مش هتتعدى حاليا ال 250 جنيه تقريبا. في لو عايزين نجيب هديه بحاجه قيمه وبرده في نفس الوقت ارخص عندنا ممكن بنكون العياشه او بنسميه بوكس رمضان تمام. دوت كلها بتكون هو على هيئه بوكس وبيكون كله مطعم بالخياميه ومطعم بالفرنشة الصفراء. ده بنستخدمه احنا بنحب دايما نكون نعمل حاجه كرييتيف او حاجه سمارت اكتر منها زي ايه؟ العياشه ديت او البوكس زي ما بنسميه دي اداه بنحط فيها الهديه وفي نفس الوقت عايزين صاحبه الهديه تستفيد من الحاجه اللي احنا بندي لها. مش مثلا يعني مثلا على سبيل المثال مش بوكس هدايا فخلاص مش هتستخدمه في حاجه او مثلا حاجه اللي هو اللي لف الهدايا وبترميه لا هشرح لحضرتك حاجه كرييتيف او سمارت والعميل بيستفيد بيها. دوت عياشه بتاعت رمضان او بوكس رمضان بنحط فيه مخده رمضان وبنختار مثلا فيه الفانوس وشخصيه من شخصيات رمضان.
وبنلفه بحاجه بتبقى كرييتيف جدا وسمارت. بنلفه بالمفرش القماش، بنلفه بالمفرش القماش الخيامية. هوري حضرتك حالا بالمفرش القماش واحنا بنلفه، بيستفيد منه العميل في نفس الوقت او صاحب الهدية، اننا اللفة مش حاجة هتترمي، لا بالعكس دي حاجة هيستفيد بيها بعد ما الهدية تروح له، يستخدمها لديكور بيته او تستخدم لمفرش الترابيزة او مفرش السفرة. طبعا بنلفها كده بشريط ستان وبنحط عليها شخصيات رمضان. هدايا زي كده ممكن لا تتعدى ولا تتخطى ال 65 جنيه او ال 70 جنيه. احنا بنتميز هنا كمان بالمخدات الستان بكل اشكالها. عندنا نوعين من انواع المخدات، في مخدات ستان بتكون محشية بالحشو الفوم او ممكن تكون لوحدها. الكوشنز عامة بيكون تقريبا مقاسه 45 × 45، فدي اكتر حاجة بنحاول ان احنا نلبيها للعميل. وعندنا طبعا برضو مخدات الديكور، دي شوية احنا الحمد لله بنتميز بيها عشان خاطر بتكون بايد مصرية، فطبعا بتبقى السعر الحمد لله للعميل كويس جدا، لا تتعدى ال 15 جنيه، مقاسها تقريبا 27 سم 27 سم، متاحة باللون الاحمر واللون الازرق. الحمد لله تميزنا بيها قوي المفارش الخيامية والمفارش الستان بصفة عامة. مفرش الستان زي كده، والحاجة الجميلة قوي المفرش الستان اللون الرمادي، الخيامية المطعم باللون الرمادي والخيامية المطعم باللون البينك. دي حاجة من 5 متر كلها مثلثات، ومتاحة طبعا في شريط الستان او اكتر من 5 متر كمان، بتكون متاحة تقريبا بسعر ما يتعداش ال 15 جنيه. انا بشكرك وبشكر متابعي اليوم السابع، كل عام وانتم بخير وان شاء الله طيب. كل سنة وحضرتك طيب.